أنا مختص بس ببيع التمور والدبس والراشي. التمور منين تستورده؟ استورده من المناطق الجنوبية. منين؟ من كربلاء، بغداد، الحلة. تمام. أنواع التمور المفضلة عندها المصر شنو؟ والله أكو كثير أنواع، أكو الزهدية، أكو الخستاوي، أكو الخيارة، أكو البريم، أكو أنواع، كل من له سعره الخاص. مواطن شو يطلب خاصة بأيام العيد؟ والله أكثر شيء التركيز لأيام العيد التمر اللي بدون نوى، للكليتشة. إيه، والبنوة هم أقبال عليه كبيرة. إيه. الكيلو بيش؟ والله تقريبا حاليا 1000 دينار. إيه. إيه 1000 دينار تقريبا. بدون نوى؟ هم نفس الشيء، 1000 دينار تقريبا. بالنسبة تكون معمل أنتو؟ إحنا عندنا معمل خاص بينا. إحنا ننتج أكثر من 13-14 نوع من التمر. تستوردون تمر كل هاي اللي احنا هذا كله ننتجه احنا. والله احنا التمور دائما برمضان قبل رمضان مطلوبه هي، بس التمور برمضان يعني يكون الاقبال عليه اكثر والناس اكثر تفطر على التمر، ماكو غير التمر يعني يفطرون عليه، التمر واللبن. فالتمر احنا نجيبه من 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 مناشور اللي بالجنوب ونبدا ننظفه ونرتبه ونعبيه بعلب صغيره ومقبوله للمستهلك، بحيث انه تكون مقبوله شكلا ومضمونا وصحيا يعني. واحنا بالنسبه لنا هذا شغلنا يعني من زمان، حصلنا من 1990 احنا نشتغل مقتصرين بس في مجال التمور. التمور نعم. ايضا يعني عندكم مثلا ابداعات معينه في مثلا تصنيع التمور؟ والله هي الابداعات هي شنو اكثر يعني، يعني تكون يدويه بحيث هاي الحشي والدجاج واللوز والشغلات هذه، هي يدوية. واكو عندنا مكاين تطلع تنزل على النوى من هذا، وما تبقى يكبس في طريقة يعني آلية نظيفة. والله اخذ تشكيلة، مو شرط يعني، مو شرط ناخذ تشكيلة يعني 4-5 نوعيات. ايش شو النوع المطلوب؟ والله من هذا تمر العسل اللي مطلوب، و وتمر الحرمين. ايه يعني للمواد الكليتشة. ايه بالكليتشة برمضان هو المطلوب التمر. بالفطور مطلوب. مطلوب ايه بالفطور، مطلوب بالسحور، مطلوب ايه. وايضا الكليتشة مطلوب. ايه شلون ما مطلوب؟ هو بالكليتشة. الكليتشة انت؟ ايه تلنقرب العيد، ما ظل شيء العيد ان شاء الله.